إذن متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوفت بقناة الشعب، فريق المغرب الفاسي أو الماس يفاجئ اتحاد طنجة مرة أخرى ويتقدم بهدفين لهدف واحد. متابعينا الكرام غادي نستناو ردة فعل فريق اتحاد طنجة، واش غادي يتمكن من تعديل النتيجة أم أن فريق المغرب الفاسي غادي يكون له رأي آخر. متابعينا الكرام في اللحظات ففريق اتحاد طنجة يعني الآن والتدخل الهادف، يعني فرصة كانت سانحة لتسجيل ولتعديل الكفة من طرف فريق اتحاد طنجة، ولكن حارس مرمى فريق المغرب الفاسي يتدخل، والآن محاولة ديال الركنية. مازال يعني فريق اتحاد طنجة متابعينا الكرام يسعى لتعديل النتيجة. إذا كيف قلنا متابعينا الكرام فهذه مباراة ديال الأعصاب كيف كتشاهدوا معنا طبيعة الحال في الجماهير ديال الفريق اتحاد طنجة، فهي متابعينا الكرام فهي تعيش على أعصابها. يعني لا زال فريق اتحاد طنجة متابعينا الكرام يبحث عن هدف التعادل، فمن بعد ما تمكن من تسجيل هدف التعادل واش باستطاعة فريق اتحاد طنجة انه يفعل نفس الامر ام ان فريق المغرب الفاسي غادي يزيد يوسع من غلة الاهداف. متابعينا الكرام هذا الفوز متابعينا الكرام المتابعي قناة شفت بقناة الشعب، ففريق المغرب الفاسي متابعينا الكرام غادي تصبح يعني الغلة ديال النقاط ديالو هي 16 نقطة، وبالتالي فغادي يكون في المرتبة الثانية مناصفة مع نهضة بركان متابعينا الكرام من حيث نسبة الأهداف، يعني عندهم زائد 7-7 نفس تقريبا متابعينا الكرام، يعني نهضة بركان زائد 7 والمغرب الفاسي زائد 7 وغادي تكون عندهم يعني 16 نقطة 16 نقطة، يعني مناصفة فهما في المركز الثاني، فيما اتحاد طنجة لازال يقبع في المرتبة 13 بخمسة ديال النقط. إذا كيف قلنا متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوفت بقناة الشعب مرة أخرى فريق المغرب الفاسي يفاجئ فريق اتحاد طنجة ويتقدم الآن بنتيجة 2-1، واش فريق اتحاد طنجة قادر على العودة في هذه المقابلة وأنه يعدل النتيجة مرة أخرى كما حدث في الشوط الأول، أم أن المقابلة غادي تستمر بنفس يعني النتيجة متابعينا الكرام، أم أن فريق المغرب الفاسي غادي يزيد متابعينا الكرام تسجيل أهداف أخرى. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا اللقاء متابعينا الكرام في قادم الدقائق. يعني كيف قلنا متابعينا الكرام فهذه المقابلة ديال الأعصاب متابعينا الكرام، الماتش ديال الأعصاب صراحة الإشارة في يعني من اللي بدا الماتش إلى مدرب فريق اتحاد طنجة وكذلك مساعد مدرب فريق اتحاد طنجة وكذلك مدرب المغرب الفاسي طارق السكيتيوي، يعني ما جلسوش متابعينا الكرام
على مقاعد البدلاء، يعني مقابلة وماتش ديال الأعصاب متابعينك. يعني مرة أخرى فريق المغرب الفاسي يفاجئ فريق اتحاد طنجة، والنتيجة تصبح 2-2 يتيم من توقيع جلال الدودي. للإشرافة جلال الدودي فهو كان ضيع ضربة جزاء بطريقة بشعة، يعني ما عرفناش شنو بغى يدير جلال الدودي، واش بغى ينفذها على طريقة بانيغا، يعني لم يوفق، كان بعيد كل البعد متابعينا الكرام، حيث أن الكرة فهي مشات بعيدة جدا عن إطار المرمى. الإشرافة المقابلة فهي تلعب في مدرجات فارغة متابعينا الكرام، كيف كتشاهدوا فالمقابلة تلعب بدون جماهير متابعينا الكرام، واللي كيستقبل فيها فريق اتحاد طنجة فريق المغرب الفاسي هنا بملعب سانية ترمل هنا بمدينة طنجة، حيث أن ملعب طنجة الكبير فهو يخضع لإصلاحات، يعني باش يستقبل منافسات كأس إفريقيا سنة 2024. فريق المغرب الفاسي لا زال يبحث المتابعين الكرام على الهدف الثالث. كيف قلنا متابعينا الكرام، فلا زالت الجولة الثانية متابعينا الكرام حبلى بالمفاجآت، فمن بعد ما متابعينا الكرام تمكن فريق المغرب الفاسي من إضافة الهدف الثاني مفاجأة اتحاد طنجة، لازلنا ننتظر رد فعل فريق اتحاد طنجة واش غادي يسجل هدف التعادل متابعينا الكرام، أم أن المباراة غادي تنتهي بخسارة فريق اتحاد طنجة. Thank you.
مقابلات الاعصاب متابعينا الكرام، لازالت يعني المتعاطفين كذلك اعضاء المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة فهم يعيشون على اعصابهم متابعينا الكرام بعد توالي تضييع الفرص لفريق من طرف لاعبي فريق اتحاد طنجة متابعينا الكرام. ضربة خطأ متابعينا الكرام يعني قريبة من مربع العلمانيات، واش غادي تشكل خطر على حارس فريق المغرب الفاسي، خصوصا وان اللي غادي ينفذ فهو اللاعب سعود. غادي نشوفوا متابعينا الكرام واش غادي يستطع انه يعدل النتيجة. على سعود